بسم الله الرحمن الرحيم. الصفات التي لها ضد: الصفة العاشرة وهي صفة الإسماط. يبقى الصفة العاشرة الإسماط من الصفات التي لها ضد. الصفة العاشرة وهي الأخيرة من الصفات التي لها ضد. يبقى الصفة الأخيرة الصفة العاشرة وهي صفة الإسماط. الإسماط لغة المنع. الإسماط لغة المنع. واصطلاحا: ثقل يأتي عند النطق بحروفه لخروجه بعيدا عن طرف اللسان والشفتين. يبقى اصطلاحا ثقل يأتي عند النطق بحروفه لخروجه بعيدا عن طرف اللسان والشفتين. وحروفه كم يا أستاذة؟ 23 حرفا، وهي البقية من حروف الهجاء بعد حروف الإضلاق الستة. يبقى وسميت مصمتة لثقل النطق بها لخروج حروفها من غير طرف اللسان وشفتين او الشفتين او الشفتين. يبقى understand mother. Yes, I am. يبقى الإصمات لغة المانع، واصطلاحا ثقل يأتي عند النطق بحروفه لخروجه بعيدا عن طرف اللسان والشفتين، عن طرف اللسان والشفتين. وحروفه 23 حرفا، وهي الباقية بعد حروف يعني الحروف اللي هي الايه، وهي 23 حرفا وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإضلاق الستة. حروف الإضلاق الستة. وسميت مصمتة لثقل النطق بها لخروج حروفها من غير طرف اللسان والشفتين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعوا وجعلنا في الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى يا رب، يا رب جرى مسلم.